مستجدات الميدان في إدلب ومحيطها نرصدها بعد أن نشاهد التقرير التالي. اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري من جهة والفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية من جهة أخرى على محور تل النار بريف إدلب الجنوبي بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. قوات النظام قصفت بوابل من القذائف محاور حاس وكفر سجنة، كما طال القصف بلدات بريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية، بينما استهدفت الفصائل المسلحة تجمعات قوات النظام في بلدة مدايا بالريف الجنوبي لإدلب. من جانبها استهدفت الطائرات الحربية الروسية كلا من كفر نبل وحزارين ومحاور ريف إدلب الجنوبي، ليرتفع بذلك عدد غارات الطيران الروسي إلى 115 غارة استهدفت مناطق بجبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي. ووثق المرصد السوري استشهاد طفلة جراء قصف جوي روسي على قرية جوزف بجبل الزاوية يوم السبت، كما قتل جندي للاحتلال التركي متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف نفذته قوات النظام صباح السبت على مواقع للاحتلال التركي بمحور النيرب شرقي إدلب، حيث جرى نقل الجندي المصاب إلى داخل الأراضي التركية ليفارق الحياة هناك. قوات النظام أعلنت في بيان أنه سيتم التعامل مع أي اختراق للأجواء السورية، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل معه على أنه هدف عسكري معادي. البيان أكد على أنه لن يسمح بالتحليق فوق أجواء البلاد، مؤكدا أنه سيتم ملاحقة الهدف لحظة اكتشافه والعمل على تدميره فور اختراقه للمجال الجوي السوري. معنا الآن من ريف إدلب مراسلنا بلال الغاوي. بلال، أهلا بك، ما الذي يحدث في إدلب حيث أنت الآن؟ حقيقة ما يجري في محافظة إدلب كسر عظم ما يقال هذه الجملة من قبل الدولة التركية والدولة الروسية في محافظة إدلب. اليوم نشهد منذ ساعات الصباح الأولى غارات جوية عنيفة من قبل سلاح الجو الروسي والسوري استهدفت ريف إدلب الجنوبي. منذ يومين وأنا على المداخلة ذكرت لكم ربما قوات النظام تتقدم إلى ريف إدلب الجنوبي، نقلت تعزيزات عسكرية ضخمة من ريف حلب الغربي الشمالي إلى ريف إدلب الجنوبي إلى منطقة جبل الزاوية تمهيدا لعملية عسكرية موسعة النطاق. إذن اليوم منذ ساعات الصباح الأولى كثفت الغارات الجوية الروسية والسورية على مدن وبلدات ريف إدلب، كفرنبل، معارة حرمة، حزارين، الدار الكبيرة، السفيري، الفطيرة. القرى بأكملها في جبل الزاوية اليوم تعرضت لغارات جوية روسية. هذه الغارات الجوية الروسية تزامنت مع دخول أرتال عسكرية تركيا إلى منطقة إحسم وفي منطقة جبل الزاوية، هذه القرية التي في منطقة جبل الزاوية دخلت الأرتال العسكرية التركية وانتشرت في المدن والبلدات بانتشار لعناصر المشاة مع دبابات وراجمات صواريخ ومدافع، انتشرت في بلدة إحسم في الشوارع في الأزقة في أي مكان. بلال، التحشدات التركية أين تتركز أكثر شيء؟ اليوم منذ عدة أيام دخلت عدة أرتال تمركزت في مدينة أريحة. اليوم منذ ساعات الصباح الأولى ومع بدء العملية العسكرية لقوات النظام اتجهت هذه الأرتال إلى بلدة إحسم وبلدة البارة، هاتين البلدتين تعرضت لغارات جوية منذ ساعات الصباح بالتزامن مع دخول الأرتال العسكرية التركية. إذن روسيا وقوات النظام تمنع دخول الأرتال إلى منطقة جبل الزاوية لإنشاء نقط مراقبة عسكرية في هاتين البلدتين. إذن قوات النظام اليوم منذ ساعات الصباح هنالك عدة اشتباكات على نقاط خط الجبهة، بلدة الشيخ دامس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، شرق بلدة كفر سجنة. اليوم كان عدة محاولات. هل يمكن القول بأن الآن المعارك تتركز في المدن والبلدات الواقعة على الطريق أنفور بلال؟ حاليا الاشتباكات بعيدة عن طريق أنفور. هنالك عدة مدن وبلدات في ريف إدلب الجنوبي هي كفرنبل، معارة حرمة، الشيخ دامس، بلدات كبيرة يعني ما زالت موجودة شرق الطريق. إذن هذه البلدات إذا سيطرت عليها قوات النظام فإن النظام اقترب من طريق إنفور، طريق أريحة إلى مدينة اللاذقية. اليوم الاشتباكات تركزت على بلدة الشيخ دامس وتل النار الواقع جنوب بلدة كفر سجنة ركاية سجنة. اليوم كانت عدة محاولات للنظام وهذه المحاولات حتى هذه اللحظات جميع المحاولات باتت في الفشل.
لدينا احصائيات لمقتل عدد من العناصر الذين حاولوا التوغل لبلده الشيخ دامس. الفصائل العسكريه المسلحه المدعومه تركيا حاولت منع تقدم القوات النظام التي حاولت التقدم على الشيخ دامس. حتى هذه اللحظات لم تتمكن قوات النظام من السيطره على بلده الشيخ دامس، علما ان الصفحات المواليه للنظام مثل الدفاع الوطني وغيرها نشرت على حساباتها الشخصيه بانها سيطرت على تل النار وبلده الشيخ دامس. وضحت الفكرة بلال، نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من ريف أدلب، مراسلنا بلال الغاوي.